معدل قد ايه بتشوف حد تبقى عارف ان هو عامل تجميل؟ كتير جدا. النهارده عايزك توصف لي تفاصيل هذا الكفاح المسلح. لا انا طبيب في الاساس، طبيب مهمته يعالج. ناس كمان ثقافتهم في الاسنان، لا احنا قدامنا سنين. اي وصفه بعيد عن طبيب الاسنان في الاخر مصيرها تدمير الاسنان. دكتور نور الدين مصطفى تخرج من كليه طب الفم والاسنان جامعه القاهره، متخصص في مجال تجميل الاسنان، عضو الجمعيه الامريكيه لتجميل الاسنان، عضو الكونجرس العالمي لزراعه الاسنان جامعه نيويورك، احد مطوري حشوات الاسنان التجميليه. الكبه العلميه الكبيره والاسم الكبير في عالم الاسنان الدكتور نور الدين مصطفى ضيف العزيز. اهلا بيك دكتور. اهلا بيك يا دكتور. في مصر البلد الوحيده اللي تقدر وانت ماشي تشوف بيت مسنود على شويه خشب كده ويقول لك ده احنا كده عاملين تنكيس للبيت ومنكسينه. وفي مصر البلد الوحيده اللي ممكن حد يكون سنانه محتاجه زراعه ويبدا يفكر معاك في 500,000 حل غير الزراعه. غير الزراعه. ويقول لك ده نكس لي البيت، نكس لي البيت لكن ما تزرعليش. تمام. من ضمنها حلول بقى منطقيه او قديمه او ممكن تضره في وسط ان الزراعه تقدمت، فانا عايزك تحكي لي الحته دي، الحته دي انت اللي الهمتني فيها، احنا كنا قاعدين بنتكلم مع حاله لازم لها زراعه، انت قلت له حاجه فالهمني فكره دخلنا في قصه تاني خالص. بالظبط. المهم ما نخش في الزراعه. اه. طيب احنا الاول لازم نعرف ان الزراعه دي اهم واحدث واحسن طريقه اقدر اعوض بيها سنه مفقوده او هفقدها. يعني مش زي ما كل الناس فاكره ان التركيبات الثابته هي الطريقه الامثل لتعويض الاسنان، او ان انا اخلع سناني واسيبها مش مشكله ما انا باكل على الجنب التاني، كل ده مش صح. ده تنكيس، انا عايزك تبقى عندك جنب خلعت منه ضرس وبدات تنقل الاكل على الجنب التاني، مبدئيا كده حضرتك بتعمل اوفرلود او حمل زائد على جنب وما بتستعملش التاني، الاتنين في النهايه هيحصل لهم مشكله وهتتدمر الاسنان في الجنبين. فطب الاسنان من اكتر الفروع في الطب اللي بتبقى سابقه دايما في العلم. فاول ناس فكرت في استعاضه جزء مفقود عن الاسنان بالزراعه بتعوض لي السنة الأصلية بنسبة 99%، وده المهم. إن أنا لما السنة لا قدر الله أفقدها ومحتاج أعوضها، أنا محتاج أعوضها بطريقة تخليني أعتمد على المكان اللي أنا عوضته ده اعتماد كامل شكلا ووظيفة، لأن لو عوضتها بشكل مش كامل 100% مش هقدر، هيبقى عندي عدم اتزان، هبقى برضو عندي جنب بعتمد عليه وجنب ما بعتمدش عليه قوي او بسند عليه بس، ففي الحالة دي هفقد الجنبين برضو. فطب الاسنان من الخمسينات بدأ يفكر كويس، هو طبعا الموضوع تاريخه اقدم من كده بكتير فكرة زراعة الاسنان، لكن انا بتكلم في العهد الحديث في 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 في, في الفترة القريبة من الخمسينات بدأ يحصل تطور غير عادي، ان تم اكتشاف ان في ماده اسمها التيتانيوم. التيتانيوم دوت الجسم بيفكره عظم، العظم بيفكره عظم، فلما بنحط جزء من التيتانيوم في العظم يبدا العظم الخلايا بتاعته تتوهم ان هي عظم تقوم داخله بايته فيها وبتعمل حاجه اسمها انكيلوزس، او يعني الترسب للعظم، خلايا العظم بتترسب في الايه؟ في الزرعات بتاعتنا. فبالتالي انا قدرت اعوض الجدر، وده الجزء المهم، ان احنا عندنا السنه نبقى فاهمين انها عباره عن جزئين، جزء الجدر اللي جوه العظم وجزء الكراون او الجزء الخارجي. طيب احنا اللي ماسك السنه هو الجدر اللي جوه العظم. طيب لو انا قدرت ونجحت ان انا الجدر اللي اتخلع ده اعوض مكانه جدر تاني واحطه جوه العظم والعظم يمسك فيه بقوه زي ما كان ماسك في السنه الطبيعيه، يبقى انا هنا نجحت ان انا اعوض السنه الطبيعيه بشكل طبيعي. وده الحمد لله التطور اللي وصلنا له من الخمسينات لغايه اول امبارح، مع الخطوات الكتير القفزات الكتير اللي استعملنا فيها التكنولوجيا في الفتره دي. انتوا عارفين مقدمه اي شيء اسمه الواجهه، يعني اي محل له واجهه، صح الكلام، اي بيت له واجهه، احنا بتوع الواجهات، احنا
طالما اسنانك اللي شويه اللي قدامين دول كويسين، حتى لو في سنان وقعت من ورا، ولو فتحت بق اي حد فيكم دلوقتي وصورته بالكاميرا ووثقت ده كجريمه يعاقب عليها القانون، اعتقد ان في ناس هتاخد اعدام فيكم. انا عارف. فالواجهه احنا ملوك الاعتماد على ان الواجهه كويسه طالما اسنانك من قدام كويسه، خلاص اللي ورا دول يعني عادي في علم الغيب. ماذا يحدث عندما تفقد سنه؟ ماذا يحدث؟ قول له. الموضوع ده مهم جدا بالذات للفيميلز او للبنات والستات. احنا الاول لازم نبقى فاهمين ان احنا الجلد الوجه عندنا هو مشدود بالعظم بشكل الجمجمه بتاعتنا. طيب لو بدا شكل الجمجمه بتاعتي تتغير، تمام، اول ما الشكل عند الجمجمه يتغير، ده فيديو بيبين لما هنفقد سن. اول ما بيبدا عندي الجزء اللي انا شادد عليه الجلد بتاعي يقل، هيبدا يحصل عندي ترهل في شكل الوجه. يعني دايما احنا عندنا في مصر، ودي معلومه للفيميلز، تلاقي البنات والستات بيلجأوا للبلاستيك سيرجري في قريب قوي. يعني تلاقي واحده عندها 35 سنه وراح الدكتور بتشد جلد، بتشد جلد الوش، عندها 40 سنه وبتشد جلد الوش وبتعمل فيلرز. هي ما سالتش نفسها ايه اللي حصل او ليه هي احتاجت انها تعمل بلاستيك سيرجري بدري كده. اللي حصل زي ما احنا شايفين في الفيديو، انا اول ما بنخلع اسنان بيبدا العظم اللي حوالين الاسنان اللي احنا كنا اللي اتخلعت دي بيبدا يحصل له انحسار، ودي عمليه طبيعيه جدا. بص لما بيبدا يحصل له انحسار زي ما احنا شايفين، انت شايف حضرتك الفك وقع، بيبدا يقل بيقل في الطول وفي العرض، فبالتالي الاسنان كمان اللي فوق ما بتلاقيش قدامها اسنان، بتبدا تنزل. تمام. النتيجه النهائيه انك هتفقد الاسنان كلها اللي حوالين الجزء اللي حضرتك فقدته، والاسنان اللي فوقيها كمان هتبدا تفقدها. ودي مقوله كده معروفه، يقول لك ايه، انا يا دكتور لغايه ما كان عندي 30 سنه كانت سناني كلها زي الفل، انا خلعت سنه من حوالي 4-5 سنين سناني كرت. كرت لفظه سناني كرت. كرت يعني ايه؟ يعني انت خلعت سنه بقالك قاعد 30 او 40 سنه او 50 سنه سنانك ما حصلهاش اي حاجه، مجرد ان انت بدات تخلع سنه وما عوضتهاش بدا يحصل السنه اللي جنبها تقلب شويه. احنا في معلومه لازم الناس تبقى عارفاها، ان السنان عندنا بتبقى واقفه ابرايت كده واقفه، فلما بناكل عليها الضغط بينزل، المعادله بتاعته بتتحول للعظم بالكامل، ما بتهزش حاجه في السنه خالص. طيب لو انا خلعت سنه والسنه ديت اللي جنبها فاضي، هتبدا السنه اللي جنبها فاضي دي تميل. احنا عايزين نوقف الفيديو ده عشان نعلق عليه لوحده. طيب السنه اللي مالت بقى عندي سنه مايله، لما بنيجي ناكل عليها ايه اللي بيحصل؟ لما ناكل على السنه احنا بنحركها كده بالظبط زي العمليه اللي بنعملها اثناء عمليه خلع الاسنان. هيك لو حد راح خلع اسنان، الدكتور بيمسك الكماشه وبيحطها على الفورسبس وبيفضل يحرك في السنه في اتجاهات. الحركه دي بتوسع العظم اللي حوالين السنه، بتعمل العظم ده يتاكل وبتلخلخ السنه. طيب لو هيك السنه بتاعتك مش معدوله ومايله وحضرتك بتاكل عليها، فانت عمال تعمل نفس الحركه، فالحركه دي بطيئه بس ليها تاثير على وقت. يعني هتيجي بعد 3-4 سنين هتلاقي العظم اللي حوالين السنه دي اتاكل، والسنه دي هتتخلع لان ما بقاش في عظم حواليها. ليه؟ لان حضرتك سبتها مالت ونزل عليها قوه هي مش مخلوقه عشان تتحملها. السنان اللي فوق المفروض ان هي مسنوق برضو، لما السنه اللي فوق بتلاقي تحتيها فاضي بتبدا تطول، بتبدا تنزل لتحت زي ما شفنا لما بتنزل كده. انت برضو بتعمل تعريه للجدر، لان الجدر ده كان متغطي بلسة وكان متغطي بعض، ففجاه هيك الجدر ده بدا يبقى مش متغطي ولا بلسة ولا بعض، فبدا يتعرض لجو هو مش مخلوق عشانه. الجدر الاسنان مش مخلوق علشان يبقى معرض في الفم عندي عادي للاكل وللشرب وللمأكولات السخنه والبارده والحمضيه. الجدر مش مخلوق عشان كده، والا كان ربنا سابه مكشوف. يعني ربنا خالق الجدر متغطي بعظم ومتغطي بلسة. فانت اي تغيير عن الوضع اللي ربنا خالق فيه الشيء هيتعرض لمشكله، لان يعني ربنا خالق كل حاجه بقدر. فمعنى ان انا اسيبه يتغير يبقى انا بدي فرصه ان التغيير ده يعمل لي هارمفول افكت او يعمل لي تاثير سيء على الاسنان. هنا زي ما انت شايف الجذور بدات تتكشف،
الجدران لما تبدا تكتشف تبدا هنحتاج بقى نعمل علاج عصب، هنحتاج السن عمرها يبدا يقل. فمعنى كده ان انا السن اللي بتتخلع ومش بعوض مكانها بزراعة، انا بعرض كل الفم عندي لتدمير، وكل الفم عندي زي ما بقول الاسنان هتبدأ تكر زي ما الناس كلها بتيجي تقول انا اسناني يا دكتور في 5 سنين كرت. ده طيب. رصة الضمنة بالظبط، واحدة وقعت واحدة تجيب اللي جوه واخدهم كله بتشد الكل. طيب القصة بقى المهمة قوي بالنسبة للستات زي ما قلنا ايه، انا عندي زي ما قلنا ان انا الجلد عندي هو مشدود بالفك هنا اهو، تمام. طيب لو الفك ده اتاكل، الجلد اللي كان مشدود ده حاجه لما تبقى شادد جلد على حاجه وترخيه ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ترهل. تمام، بيحصل ترهل ويقع، بيحصل ترهل بالظبط كده. فتلاقي البنت او الست سنها صغير قوي ورايحه تجري تعمل بلاستيك سيرجري وتشد وتعمل فيلرز، مع ان حضرتك اصلا انا شفت ناس عندهم 70 سنه، ستات عندهم 70 سنه مش ممكن تقول انها عندها 40 سنه. ليه؟ سنان. لان ما عندهاش سنه مخلوعه، سنان. السنان تأثر على شكل الـ الإنسان بطريقة مش طبيعية. أنا هجيب لك فيديو لأربعة في أمريكا استضافوهم الأربعة وكلهم بدأوا يتكلموا، محدش أعلن سنه وبدأوا يعلنوا سنهم بالتدريج، اللي عنده 70 واللي عنده 84 واللي وكلهم يبدو عندهم مثلا ثلاثينات أو أربعينات بالكثير يعني. الأربعة اتفقوا في النهاية على أنه من ضمن أسرار صحتهم اسنانهم الكويسه. بالظبط بالظبط، ومش الصحه بس، الجود لوكينج. ما هو الجود لوكينج بالظبط اللي هيفضل دايما طول ما عظم الفك والوجه عندي صحي، طول ما انا جلدي مشدود، جلد الوجه مشدود، طول ما هو ما جلد الوجه مشدود، طول ما هو مديني اليانج ابييرنس او شكل الشباب. يعني هنا احنا هنشوف الفيديو هنا، ده شكل الكيس وهي اسنان، تمام. مجرد ان السنان بدات تتخلع وبدا العظم يتاكل، شايف التغيير اللي بيحصل؟ شايف التراجع. بص اللي هي الحركه بتاعه الفم التي تعبر عن السن. بالظبط حركه الفم. انا عايز اقول لك ان ممكن يكون الفرق بين الصورتين اقل من 5 سنين. مجرد ان انا الاسنان عندي هنا بدات تتخلع وما بقتش اعوضها بالزراعه، وخد بالك انا باكد ان انا اعوضها بالزراعه مش باي اجراء تاني. على فكره الكلام اللي انت قلته لي ده بدات احفظه في ناس، ده بيحصل مش في 5 سنين، انا عايز اقول لك انه بيحصل ساعات في شهور في الحالات اللي حسب السن وحسب هشاشه العظام، يعني في فاكتورز كتير. هنا نفس الوضع، هنلاقي التغيير حصل يعني هنا الفرق مش سنين، هنا الفرق سنان. بتبان في ممثلين، الحكايه دي بتبان في ممثلين، تلاقي رمضان اللي فات عمل دور، رمضان ده عمل دور تاني، شكل تاني خالص، شكل تاني خالص. هنا بقى انا عايز اقول لك الفرق مش سنين، الفرق اسنان. ودي الناس تحفظها، ان الفرق عندي مش ان السنين مرت عليا، الفرق ان انا خسرت اسنان. لان ممكن السنين تعدي عليا وانا اسناني سليمه، ما يحصلش فيه ما يتغيرش التغيير ده، وممكن سنين قليله قوي تعدي عليا بس افقد فيها اسنان فيبان عليا تغيير كبير جدا. فعشان كده دايما بنقول ان شكل الوجه مش بالسنين، بالاسنان. احافظ على اسناني، او لو لا قدر الله اضطريت ان انا هفقد سنه اعوضها بالزراعه، وباكد بالزراعه. ما عنديش حل يخليني احافظ على شكل السكيلتون بتاع وشي او شكل العظم بتاع وشي غير بالزراعه بس، مفيش حاجه تاني. انا كل اسبوع هتقمص لك دور عيان. اتفضل. وفي انواع بقى من العيانين بحكم خبرتي الطبيه، هقول لك انه انا مثلا النهارده هتقمص لك دور العيان المقنع اللي بيحاول يقنع الدكتور بوجهه نظره وبيتكلم باسلوب اللي هو ايه؟ شبه علمي يعني. اللي هو بقى هقول لك طب الزراعه، طب ما في تركيبات يا دكتور، في كباري، كوبري جميل، كوبري جميل، اعمل لي كوبري، كوبري جميل، ساعات بحب الكباري وبحب اقف فوق الكوبري، طب بقي في كوبري حلو، كوبري، كوبري جميل ماشي، انت الكوبري حلو، كوبري حلو ماشي. طيب احنا الاول هنقول ايه؟ هنقول الكوبري كان حلو لغايه ما اخترعنا زراعه. دايما الشيء بيبقى حلو. هقول لك ما دام الكوبري جميل، الكوبري كان جميل لغايه ما اخترعنا الزراعه. ليه؟ لانه كان هو احسن طريقه ممكنه لاستعاده الاسنان، تمام؟ حضرتك ينفع تروح تحج بالجمل النهارده؟ لا طبعا. يعني تقدر؟
بقى في ناس عندك استعداد يعني التفكير ده لا ما الجمل جميل طبعا تعال اركب الجمل يلا وروح حج بالجمل الفكره هي كان زمان ما فيش عندنا كانت انسى وسيله للمواصلات كان الجمل فكنا بنروح نحج بالجمل بعد كده بقى في العربيات البواخر اتعملت الطياره دلوقتي حضرتك ممكن تروح في ساعتين احمد فهمي الفنان الجميل في الفيلم بتاعه جميل قوي قال لك انا اروح الجامعه بالحصان زي الاستاذ كان بيحاول يقلد الاستاذ احمد السقا زي الاستاذ احمد يعني راح وراح فعلا الجامعه هو ده هو ده اللي عايز الكوبري هو ده نفس النوعيه اللي عايز الكوبري هي مقتنع ان هو عايز هو كان بيروح الجامعه بالحصان تمام طيب خلينا نتفق ما دام حضرتك عايز الكوبري وبتحب الكوبري حضرتك اصلا خلعت السنه ليه هي اتاكلت ووقعت وماتت اتاكلت منك السنه اتاكلت منك اتاكلت يعني انت ما عرفتش تحافظ عليها لا خالص ما عرفتش لا ما عرفتش خالص لا 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 ما بحافظش ده كوبري طيب ما عرفتش تحافظ على السنه تمام يعني انت هتعرف تحافظ على الكوبري يعني سنه وراحت يعني سنه وراحت ما عرفتش تحافظ عليها هتعرف تحافظ على يعني ضيعت بوظت من ايدك السنه اللي ربنا خلقها سليمه ربنا ادالك سليمه مش عارف تحافظ عليها اقوم اديك كوبري بردتلك في سنتين وعملنا لك الكوبري بتاعك يعني خدنا سنه سليمه يعني انت بتخليني بايدي اخد لك سنه سليمه ابردها والسنه اللي بعديها كمان وانا قصد اقول كلمه ابردها مش احضرها لان ده برد غير لازم ليه او تحضير غير لازم لان انت السنه السليمه اللي انا هشتغل عليها دي عشان اعمل لك كوبري اللي حضرتك بوظت السنه اصلا قبل ما نعمل الكوبري فانا هعمل لك دلوقتي البريدج بتاعي هنبرد السنه الاولانيه والسنه الثانيه وهنعمل حضرتك الكوبري ممكن نشوف بقى الفيديو نشوف حضرتك يا اللي بوظت السنه اللي ربنا اداها لك هتعمل ايه في الكوبري عشان دي النتيجه الحتميه هنا زي ما شايفين اهو هنعمل ايه هنبدا نحضر الاسنان بردنا السنه اللي قبل والسنه اللي بعد لان كوبري يعني السنتين دول تاثروا تاثر كبير طبعا طبعا شلنا منهم مش مهم بقى كده بس المهم ان احنا لما بنعمل الكوبري بتاعنا لو حضرتك كنت مهمل في الاساس فما قدرتش تحافظ على السنه انك مش بتنضفها كويس ومش تعالجها كويس فانت هنا هتبدا تخلي الكوبري ده يجمع بواقي اكل ويجمع بكتيريا يعمل التهابات في اللثه يعمل تاكل في العظم والنتيجه الحتميه ان حضرتك زي ما خسرت السنه الاولانيه هتخسر سنتين كمان وبعد يعني خلال 3 4 سنين بدل ما كانوا سنه بقوا 3 هتيجي تقول لي نعمل الكوبري انا بحب الكوبري قول لي انا بحب الكوبري جدا صح بتحب الكوبري يبقى نعمل ايه ايه معايا ذكريات عشان في ناس قضوا حياتهم على نص نص حياتهم على كوبري دلوقتي انت بتحب الكوبري اول حاجه لما خلعنا سنه في ناس ما بتتصورش الا على الكوبري انا هنا هنصورك بالكوبري تمام اول مرحله عملنا ايه عملنا بردنا سنتين وعشان نعوض السنه المفروض عملنا كوبري ثلاث طب دلوقتي انت خلعت الثلاثه تمام عايز نعوض الثلاثه الفاضيين دول بكوبري هنبرد كام سنه؟ لا اربعه اثنين كمان احيانا ممكن احتاج ابرد ثلاثه كمان او اربعه كمان حسب المساحه الاسنان لا حسب الاسنان اللي اتفقدت يعني ايه؟ يعني انا ما ينفعش مثلا يبقى عندي مفقود عندي الضرس الاول الكبير والضرسين اللي قبله ودي تقول لي ابرد لي الناب والسفن وتبقى ده البريدج بتاعي ما يستحملش ما هو الكوبري ده منشاه هندسيه ليها احمال حضرتك الحمل اللي واقع على السنتين لازم يبقى فيه عمود وعمود لانه كوبري ما هو الكوبري كده عباره عن عمود وعمود وبينهم الجزء اللي ايه اللي على الهواء تمام طيب ما ينفعش اخد في علم الاحمال في علم الاحمال ان انا اخد مسافه طويله اسمها لونج سبان على عمودين ضعاف يبقى لازم اخد تقويه يبقى بدل ما كنت هبرد اتنين هبرد اربعه علشان يبقى عندي الكوبري سبع وحدات تمام طيب حضرتك ما قدرتش تحافظ على السنه وما قدرتش تحافظ على الكوبري الصغير ادينا لك كوبري اكبر نص فكك سبعة ده عن نص الفك فحضرتك اكيد نفس الوضع بعد سنتين ثلاثة أربعة خمسة أيام مكان هتفقد نص الفك ده مع إنك أنت بادئ بقد إيه؟ بادئ معانا من أربع خمس سنين بسنة واحدة اتفقدت عشان حضرتك بتحب الكوبري حضرتك عايز تفضل تحب الكوبري لغاية ما يبقى عندك بقك كله كوبري بعد 10 سنين من السيكونس اللي احنا فيه ده هيك هتحب حاجه تانية هيك هتحب الطقم وده المرحله ليه بقى لان حضرتك دلوقتي فقدت 7 في 9 في 11 في 14 ما بقاش عندك سنان فوق خالص احمل عليها انتهى الموضوع فنبدا نعمل طقم متحرك كده ما بقاش كوبري بقى
ولا تعرف تقف على اي كوبري خلاص كده كده انت لابس طقم هتقف على كده كده خلاص كده انا كبيرك تقف عند مقله فده للي بيحب الكوبري وعايز يقنعنا بالكوبري خاصه ان هو فعلا هو ما قدرش يحافظ على سنته على سنته الوحيده ما قدرش يحافظ عليه هتدي له فرصه تاني وتدي له ثالثه ورابعه في اخر يبوظ الدنيا اكمل لك التمثيليه جميل اكمل لك التمثيليه كمل لي التمثيليه في نوع من العيانين بيجي يقول لك بقى طبعا تلاقيه دايما اللي هو يقعد معاك اهلا سمحت انا اوكي اوكي زراعة اوكي اوكي بس انا زراعة اصل وقت انا التوقيتات بالنسبه لي مهمه انا مستعجل حلو اي كانت عايز ايه حضرتك الوقت امور الزراعة بتاخد وقت فانا اي كانت اعمل لي كوبري وانا بحب الكوبري عشان وقت لكن الزراعه هتاخد وقت جميل انا وقتي مش ملكي طيب انا وقتي مش ملكي الزراعه حضرتك الاول عايزين نقول انت حضرتك خلع الدرس ولا جاي تزرع عشان ايه لا درس وقع لوحده وقع لوحده ونط يعني ماشي طيب الفتره قد ايه حضرتك تعبك الدرس ده لا شهور بس انا وقت ماشي تعبك. ماشي مش هو فضل تعبك شهور طب كنت بتعرف تاكل عليه ايام ما كان تعبك ما انا ما كانش عندي وقت اكل الوقت حلو انا معاك بقى ما دام ما عندكش وقت تاكل هيك تعالى احنا بنزرع السمنه بالظبط افريج في 10 دقائق يعني هيك هتيجي تخش الكلينيك عندنا في اسم زراعه الاسنان وده الحمد لله واحد من اكبر اقسام زراعه الاسنان في العالم مش في الشرق الاوسط ليه؟ لان عندنا احدث اجهزه واحدث واكبر دكاتره زراعه في العالم تمام؟ فبالتالي العمليه الزراعه اللي الناس بتتكلم عليها يقول لك احنا هنزرع يا نهار ابيض كان زمان هنعمل عمليه كده كانت الناس بالنسبه لها الزراعه دي هقعد شهور رايح جاي للدكتور حضرتك السنه لو حضرتك لسه خالع او هتخلع لسه حالا وعندنا عظم كافي انا بقول الشروط عشان لما اقول ان احنا بنزرع في 10 دقائق ما يجيش حد يقول لي دكتور حضرتك انا لما جيت زرعت في ساعه حضرتك لما جيت زرعنا لك في ساعه زرعناك ليه في ساعه؟ حضرتك جاي من غير عظم فحضرتك اتعمل لك عمليه زراعه عظم وبعد كده زراعه فطبيعي تاخد ساعه لكن زراعه الاسنان العاديه لا تتعدى في وجود الاجهزه الحديثه والاشعه ثلاثيه الابعاد لا تتعدى ال 10 دقائق حضرتك وقتك انت حضرتك عشان تعمل كوبري باحدث جهاز هنقول اللي هو السيرك هنعمل كوبري حضرتك هتيجي هنعمل نحضر السنتين هنقول في نص ساعه وهنصور ونعمل ديزاين في نص ساعه ادي ساعه وهنعمل ميلنج في نص ساعه ادي ساعه ونص وهنخش يعني هنخش في افريج 3 4 ساعات عشان تستلم تمام طيب انا عندي هنا الزراعه كعمليه الزراعه اللي هو احط الجدر التيتانيوم في مكان السمنه المفقوده لا يتعدى ال 10 دقائق اذا كان العظم مناسب ومش هيحتاج ان احنا نعمل زراعه عظم. طيب حضرتك اذا كنت مستعجل قوي تعالى عشان نزرع مش عشان نركب. حضرتك هنزرع لك تمام؟ حطينا الزرع اتفضل حضرتك ما تاكلش برضو انت مستعجل وقتك ما تاكلش معلش بقى استمر على الوضع اللي انت فيه ده ثلاث شهور مش انت بقالك سنين ضرسك ده وجعك؟ بقالك سنين ولا بقالك قد ايه؟ ما هو اكيد صح؟ وما عندكش وقت تاكل؟ لا 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 كنت بتستعمل السمنه دي؟ لا مفيش سن مفيش صح؟ لا طيب ادينا بقى من وقت حضرتك مش هنكلفك حاجه خلاص حضرتك زرعت اتفضل شوف شغلك وحاجتك بس قابلني كمان ثلاث شهور اعمل فيهم زي ما كنت بتعمل اعتبر السن دي مش موجود وتعالى كمان ثلاث شهور هتقعد معانا برده نص ساعه هتركب الكراون بتاعك وهتروح بالتالي لو حضرتك هتقول لي الوقت لا احنا الوقت اقل الاهم بقى من الوقت الكواليتي حضرتك ايفن وده مش حقيقي حتى لو الزراعه بتكلفنا وقت اكتر حضرتك لازم اقول لك بقى الفرق ما بين الزراعه وبين التركيبات ايه؟ الزرعه هي الحاجه الوحيده في بقك اللي بتبقى 100% زي السن حضرتك كان عندك سنه مفقوده حطينا زرعه بتاكل عليها بنفس الاحساس والشعور اللي بتحسه تجاه السنه اللي ربنا خالقها بتنظفها بنفس الطريقه اللي بتنظف بيها الاسنان الطبيعيه بتستعمل فلوسنج عادي جدا تاني حاجه انا ما ضرتش انا عملت اد اي حاجه بنعمل فيها اد او اضافه لو لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله حصل اي حاجه للزرعه احنا ما اثرناش على اي حاجه في الاسنان التانيه اسناننا التانيه طبيعيه ولا الاسنان التانيه تاثر علينا احنا في التركيبات الثابته لو اي سنه من البريدج او من الكوبري اللي احنا مركبينه حصل لها مشكله حضرتك فقط الخطه العلاجيه اللي عملتها بالكامل ماديا وفانكشن وشكلا يعني هتعيد التركيبه دي بفلوس تاني خالص
والوظيفه اللي كانت بتعملها التركيبه انتهت وشكل التركيبه انتهت. حضرتك في الزراعه مش كده، حضرتك في الزراعه كسبت الزرعه هتعمل لك ايه؟ لو لا قدر الله حصل لها حاجه انت هتخسر الجزء ده بس، السنان اللي حواليها سليمه، والسنان اللي حواليها لو باظت مش هتاثرك على الزراعه. طيب عين تاني واحد ده اه واحد ماشي باشا، انا عايز ازرع، اتفضل انا مقتنع بس انا عايز ازرع بس، ما تقوليش بقى باشا بقى معلش انا اسف يعني، ما تقوليش بقى اشعه مقطعيه وفلوس واشعه مقطعيه ويعني معلش يا باشا انا عايز ازرع. عايز تزرع ايه؟ ازرع سمنه. لا كده انت مش عايز تزرع سمنه. لا انا عايز ازرع، لو عايز من غير اشعه مقطعيه هتزرع حاجه تاني تزرع في الحقل لا ما هو ده برضه الكونسيبت، لا في ناس بخله بخل تمام بخيل، ده اللي انا مسكت لك ده الكاركتر اللي هو لو مش عايز يصور علشان خاطر هو جاي مش انت هتزرع لي، انا عايز زراعه. حلو طيب انا دلوقتي عشان زي بالظبط اللي جاي يكشف عندي انا واقول له تحليل يقول لي لا انا عايز اكشف مش عايز اكشف بس ما ده ما تديش دواء لا هيديني دواء بس مش عايز تحليل ما تحللش ما حللش اعرف كده بالبصر انا بحلل في 2013 هو والله العظيم ده عدنا وعدنا هو بيفترض ان حضرتك ليك تحليل وانا ان انا عينيا اكس راي فشايف العظم بتاعه قد ايه. انت مش بالخبره؟ لا مفيش. بص بقى الزراعه بتحتاج ان انا ابقى عارف طول وعرض وارتفاع العظم اللي انا هزرع فيه، لان الزراعات دي مقاسات، في زرعه 8 مللي في 3.2 وفي 10 مللي في 4، يعني في مقاسات كتير، وكل ما انا حطيت المقاس الانسب وكل ما قدرت احط المقاس الاكبر في العظم اللي عندي كل ما كان عندي يعني كل ما اديت فرصه اكتر ان الزرعه بتاعتي تعيش اكتر. طيب هعرف منين؟ لازم اعمل اشعه ثلاثيه ابعاد عشان اعرف العظم بتاعك قد ايه اللي انا هحط فيه الزرع. انا همسك العظمه همسكها بايدي اوزنها واشوف هي قد ايه. خد بالك ان جزء كبير قوي من العظم مستخبي، يعني انت عندك الريدج او الجزء العظم اللي فوق اللي ظاهر حاجه، واللي تحت كمان انت الفك كله ده عظم، اللي باين منه الجزء اللي بتحط صباعك عليه في جزء تاني تحت، الجزء لازم تعرف طوله كويس. في حاجه اهم، احنا عندنا حاجه اسمها فايتال ستراكشرز في المندبل والمجزلة في الاماكن الحيويه في الفك. زي ايه؟ زي الانفيرير الفيرال نيرف، ده العصب اللي واخد نص وشي، ده في الفك السفلي واخد نص وشي اليمين ونص وشي الشمال. حضرتك لو انا مش عارف مكانه بالظبط فين، وحضرتك بدات ازرع ورحت عامل دريل ورحت نازل بالدريلنج رحت خابط النيرف ده او العصب ده، حضرتك هيحصل شلل في الوجه، هتبدا تحس بتنميل دائم كانك واخد حقنه البنج بتاعت الاسنان دي للابد. فبالتالي الموضوع مش هزار، مش عشان حضرتك بخيل هتدخل نفسك بقى في مشكله تجيب لنفسك شلل بقى علشان خاطر احنا داخلين نخش نشتغل اقوم خابط نيرف واحنا مش شايفين. في عندنا فوق الساينس الجيب الانفي، حضرتك ما ينفعش يبقى عندي العظم سمكه 2 ولا 3 مللي وهم داخل وده شفناها. انا ممكن اجيب لك أشعة 3D عاملينها لحالات زرعة بره، لأن زرعوا عند دكاترة مش دكاترة زراعة ومش متخصصين في الزراعة قوي، هو حاطط الزرعات كلها في الساينس، يعني حاطط 8 زرعات فوق 4 و4 حاططهم جوه الجيب الأنفي، عامل جسم غريب حاطه في الجيب الأنفي على طول، عامل مشكلة أبدية وعمره ما هيمسك. ده ليه؟ ده لا إما هو كان عامل أشعة ثلاثية الأبعاد والدكتور نفسه ما عرفش يقراها، لان هو مش عامل اشعه ثلاثيه الابعاد. ممنوع الزراعه من غير اي حد، اهو انا بقول اي حد هيروح لدكتور ويقول له انا هزرع لك من غير اشعه ثلاثيه ابعاد يسيبه ويمشي. انا بقول ده يسيبه ويمشي ما يشتغلش معاه. واضح ان عالم الزراعه عالم كبير، ففي جزء تاني وفي عينين تانيين بشخصيات تانيه هتقمصهم لك وهجيبهم لك المره الجايه عشان نكمل النص التاني في الحوار. انا معاك. نص تاني مهم جدا في عالم الزراعه، عالم مثير. احنا عارفين الديكور بتاعنا ده معمول ازاي؟ دي مدينه الجمال اللي نتمناها، مدينه الناس الحلوه. تمام. وده الكوبري، وانتوا اهو عشان تعدوا المدينه دي لازم تعدوا من خلال الكوبري ده. مين اللي قاعد على الكوبري؟ احنا. احنا. احنا الطريق. العلم هو الطريق. العلم بس اللي ممكن يوديكم للناس الحلوه. خليكم دايما معانا. واحد ممن حملوا على عاتقهم بناء فكر حقيقي لجراحه التجميل. استاذنا الذي قدم الكثير على المستوى المهني وعلى المستوى القيادي.
يطلع عند سن البلوغ شكل الانف فيها مشكله. ما هو ده ربنا خلقه كده سيبوه في حاله. لا حاجه ادت الى الشكل اللي هو مش حلو. من اول العمليات اللي اتعملت في جراحه التجميل في العالم. قمه النجاح في عمليات جراحه التجميل انه البني ادم ما يتعرفش انه عامل عمليه. في عيوب ما تتصلحش. في الانف بالذات. المدرسه الطبيه المصريه اللي هي بقى لها 190 سنه كنا بنعتبر ومتعلمين وموارثين عن اساتذتنا انه الدعايه عيب. خريجين اصلا انا بروح كل حته في اوروبا وامريكا يا نمره واحد يا نمره اتنين يا نمره تلاته بالكتير. المريض المصري بيجي بعشم. الحكيم الشاطر يمسك ايد العيان ويفضل ماسك ايده لغايه اما يخف. علم الطب بحر ملوش نهايه لكن بيحكمه ضميرك.